صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جميل وجديد يجمعني وياكم، عسى أيامكم كلها سعادة وفرح، وصباح إن شاء الله له إنجاز يحقق أمالكم كلها. خلونا الحين مشاهدينا مثل ما عودناكم كل مرة عندنا فقرات متنوعة، خلونا نشوف أبرز العناوين فيها. انطلاق أعمال ندوة الإعلام المهني في حرية التعبير وسلامة الصحفيين. اختتام فعاليات حملة مهنتي لبناء وطني. نتعرف معا على أحوال الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع. خلونا الحين مشاهدين ننتقل لفقرة جرائدنا ونقرأ فيها أبرز عناويننا الصادرة صباح اليوم. أول صحيفة معنا مشاهدينا راح تكون صحيفة الشرق، والخبر الأول فيها يقول صاحب السمو ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الأزمة الخليجية واستعراض تنمية العلاقات في مجال الطاقة والاقتصاد والاستثمار. الخبر الثاني صاحب السمو يشهد الاحتفال بالذكرى 21 للجزيرة والذي أقيم بمقر الشبكة تحت شعار شمس لا تغيب. وقال في هذه المناسبة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة كلمة سمو الأمير أكبر دعم لمستقبل الجزيرة. ختام تصفيات عد القصيد للبنات اليوم بمشاركة 25 طالبة في اليوم الرابع. وفي صحيفة الراية الشيخة موزة تستقبل رئيس الوزراء الإيطالي حيث يبحثان التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي. خبر الثاني يقول إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين والذي يستهدف تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة. ومجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون السجل التجاري وحظر إصدار تراخيص بناء دون وجود مواقف للمركبات مطابقة للاشتراطات. نورث ويسترن قطر تدشن غرفة أخبار عالمية بحضور الشيخة هند بنت حمد، والطلاب استعرضوا المزايا والتجهيزات على البث المباشر. عندنا في صحيفة العرب خلال مؤتمر سلامة وأمن الفعاليات الإرث تضع خطة للاستفادة من الخبرات العالمية لتأمين مونديال 2022. بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال التعليم تطلق برنامج التمكين لأربعين من قيادتها، والذي استهدف قيادات وزارة التعليم والتعليم العالي لمساعدي المديرين ورؤساء الأقسام. الخبر الأخير في جريدة العرب الدوحة للدراسات يستقبل طلبات الالتحاق بالماجستير لعام 2018، و15 فبراير آخر موعد للتسجيل. واللي حاب يعرف البرامج أو الكليات الموجودة في مركز الدوحة للدراسات موجودة في الخبر. في إطار خطة التدريب السنوية لوزارة البلدية والبيئة الدراسات البيئية يختتم ثلاث برامج تدريبية. هذا كان أول خبر في صحيفة الوطن. الخبر الثاني إنجاز 70% من محور الريان تخان والذي يحل الأزمة المرورية والتسليم في 2018، ويضم 5 مشاريع للطرق السريعة تكتمل قبل نهاية 2017. فائض جيد بالموازنة العام المقبل وفقا لتقديرات بلومبرغ الأمريكية، والنفط القطري يدور حول 55 دولارا. وآخر صحيفة عندنا الوسيل ونقول فيها رحلة تعليمية إلى سنغافورة لمنتسبي برنامج القيادات الحكومية للاطلاع على قضايا السياسة العامة والحوكمة. القطرية تدشن رابع وجهاتها الجديدة في شرق أوروبا. خبرنا الأخير في الوسائل يقول التعاملات العقارية تلامس الملياري ريال في أسبوع، و335 مليون ريال أكبر صفقة لمحطة بترول في طحين. كانت هذه أبرز عناوين صحفنا الصادرة صباح اليوم. خلونا الحين مشاهدينا ننتقل لفندق الريتز كارلتون واللي فيه تقام أو انطلقت ندوة الإقليمية بعنوان الإعلام المهني في حرية التعبير وسلامة الصحفيين. تفاصيل أكثر مع زميلتنا نيلة الملا.
صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وصبح على زميلتي بالاستديو. أنا اليوم متواجدة معاكم من فندق الريتز كارلتون، حيث ينظم مركز الدوحة لحرية الإعلام بالشراكة مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ندوة إقليمية تحت عنوان الإعلام المهني في حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. المزيد حول هذه الندوة بتعرفنا عليها الأستاذة حنان اليافعي، مدير إدارة الرصد والمناصرة في مركز الدوحة لحرية الإعلام. صبحت الله بالخير أستاذة حنان. صبحكم الله بالنور، يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذة حنان. في البداية لو تعرفيني وتعرفين المشاهدين عن هذه الندوة. الندوة هي ندوة حرية الإعلام لسلامة الصحفيين وحرية الصحافة، ينظمها مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتعاون والشراكة مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. طبعا هذه الندوة تأتي تزامنا مع 2 نوفمبر، وهو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب بحق الجرائم المرتكبة للصحفيين. الندوة يشارك فيها منظمات حقوقية وإعلامية دولية ومحلية، بالإضافة إلى الصحافة بأنواعها وقنوات الإعلام المختلفة والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. شنو أبرز العناوين اللي راح يتم طرحها اليوم في الندوة؟ الندوة تتحدث عن 4 محاور، تتحدث عن خطاب الكراهية، وتتحدث عن القوانين والتشريعات التي تتعلق بملاحقة الصحفيين، أيضا تتحدث عن حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الأزمات. أيضا أستاذة حنان لو بعد بنتكلم، هناك راح يتم توقيع مذكرة تفاهم بعد شوي بين المركز وبين الهلال الأحمر القطري، لو تكلمين عن أهمية هذه التوقيع الاتفاقية. مركز دوحة لحرية الإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر القطري، طبعا تزامنا مع سلسلة من الاتفاقيات التي يعقدها المركز، وتأتي توقيع هذه الاتفاقية لوجود العلاقة المتبادلة بين الطرفين، حيث يركز مركز الدوحة لحرية الإعلام على تعزيز التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك في مجال التدريب المتعلق بسلامة الصحفيين، وأيضا في مجال التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الإنسان في مناطق النزاعات. ايضا يعني لو بنتكلم بعد استاذه حنان، هناك طبعا دور للمركز حريه الاعلام دور كبير في متابعه الانتهاكات اللي تصير حق الصحفيين عند يعني تغطيات بعض من المواضيع الخارجيه. شنو انتم كدوركم؟ دور المركز، يعني هناك عدة أدوار مختلفة للمركز، لكن أهم دور يركز عليه مركز دوحة لحرية الإعلام هو التوعية المستمرة وتقديم الدعم والمناصرة لهم. وهذه التوعية تأتي بطرق شتى، تأتي من خلال مثلا البيانات الصحفية، تأتي من خلال مثلا الدورات التدريبية التي يعقدها المركز والتي تتعلق كيف يقوم الصحفي أو كيف يكون لديه دليل السلامة المهنية في مناطق متنوعة. ايضا يعني انا اشوف مثل اقامه هذه الندوات او نقول الورش اللي تقدمها اللي قدمها مركز الدوحه لحريه الاعلام لها دور كبير، وتشكل ايضا اداه ضغط على الجهات المسؤوله من ارتكاب يعني انتهاكات في حق الصحفيين. شلون انت تشوفين مثل هذه الندوات حق الصحفيين؟ والله الدورات كثيره ومتنوعه بكل امانه، وهي تقام سواء محليا او عالميا، ولكن نحن نحتاج بحاجه لمزيد من الورش التوعوية وإلى تفعيل مثل القوانين التي تساعد الصحفي على نيل أبسط حقوقه، ولذلك مثل هذه الدورات والورش بطريقة أو بأخرى يستطيع من خلالها الإعلامي أن يخاطب الآخرين. وربما هذه الدورات والورش يعني من خلال التوعية هذه بالنسبة للصحفيين، يستطيع الصحفي من خلالها أنه يوصل صوته إلى الجهات المعنية بمختلف تخصصاتها. ايضا لو بنتكلم شوي نقول عن الندوه او اللي راح تكون اليوم، من هم المشاركين معكم؟ من هم اللي راح يلقون الكلمات في الندوه؟ طبعا الندوه كما ذكرت في البدايه يشارك فيها من منظمات محليه وعالميه، من اشهر المنظمات الدوليه المعهد الدولي للصحافه، وهو المعهد العالمي الذي يتخصص بالدفاع عن الصحفيين والتوعيه الدائمه، بالاضافه كما ذكرت الى ان هناك الكثير من الاكاديميين والكثير من الاعلاميين في مجال الصحافه، ايضا هناك نشطاء ومهتمين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لوجود جلسه من ضمن الجلسات
تتعلق بحرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي. بالفعل أستاذة حنان، أنت ذكرتي في البداية، بس أنا حابة نعرف المشاهدين على يعني بعض من أسماء اللي موجودين اليوم. بالنسبة للجلسة المشاركة التي يرعاها مركز دوحل حرية الإعلام، الدكتور ربيعة الكواري، بالإضافة إلى الأستاذ فهد العمادي مدير تحرير جريدة الوطن، بالإضافة إلى الدكتور فوزي الصديق رئيس القانون الدولي والإنساني في جمعية الهلال الأحمر القطري. أيضا أستاذة حنان، لو بنتكلم يعني هل هناك في توصيات في هذه الندوة، ولو تكلمنا عن بعض من التوصيات اللي راح تقدم في الندوة؟ طبعا التوصيات تأتي بعد سلسلة من النقاشات المختلفة في الجلسات. في كل جلسة سوف تكون هناك توصيات، وهناك أيضا مقرر خاص يقوم بكتابة هذه التوصيات، وفي نهاية الجلسات سوف نقوم بالإعلان عن هذه التوصيات لوسائل الإعلام. كل الشكر لك الأستاذة حنان اليافعي مدير إدارة الرصد والمناصرة في مركز الدوحة لحرية الإعلام، ويعطيكم العافية. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك العفو. مشاهدينا بالفعل هذا كان كل ما عندنا في فندق الريتز كارتلون، طبعا بالندوة في ندوة الإقليمية تحت عنوان الإعلام المهني في حرية الصحافة وسلامة الصحفيين. هذا كان كل ما عندي، وارجع لزميلتي بالاستديو. شكرا لك نيلة على هذه الفقرة وعلى تغطيتك لهذه الندوة، وشكر موصول لضيفك الكريم. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد نواصل فقرات صباح رباح. حياكم الله مشاهدينا من جديد. تشهد حالة الطقس انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، لا سيما في ساعات المساء مع وجود بعض التقلبات الجوية مثل الضباب وتدني الرؤية الأفقية من حين إلى آخر. للحديث عن حالة الطقس المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سرنا أن تكون معنا عبر الهاتف أمينة الملا المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية. صبحت الله بالخير يا أمينة. صباح النور يا هلا. أمينة، كلمينا عن حالة الطقس المتوقعينها لليوم. إن شاء الله بالنسبة لليوم الأجواء مستقرة بمشيئة الله، لا يوجد هناك أي تحذيرات. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. بالنسبة للطقس تكون الأجواء معتدلة الحرارة مع وجود بعض السحب،
وتكون الأجواء خلال الليل أجواء مستقرة لطيفة تصلح لكافة الأنشطة سواء البرية أو البحرية. تكون درجات الحرارة حول معدلها، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية وتقل عن ذلك ليلاً. عن حال الطقس المتوقع لعطلة نهاية الأسبوع، هناك تحذير خلال الفجر بتدني الرؤية الأفقية إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق، وذلك نتيجة الضباب. مع طلوع الشمس تبدأ الأجواء في الاعتدال ويلغى التحذير، وتتكون بعض السحب المحلية على البلاد. تكون الأجواء مستقرة بمشيئة الله، رياح شمالية شرقية جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر يكون خفيف الموج. جميل، يعني ايش تنصحون رواد البحر أمينة؟ بالنسبة لرواد البحر، هي الأجواء مستقرة ما في أي تحذيرات، يقدرون يمارسون جميع الأنشطة البحرية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك المتنبئ الجوي أمينة الملا من إدارة الأرصاد الجوية. مشاهدينا خلونا نروح لفقرة أخرى ونقول فيها اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير فعاليات حملة مهنتي لبناء وطني، والتي ضمنتها جلسة كرك. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني فعاليات حملة مهنتي لبناء وطني، والتي استمرت لمدة شهر كامل. قدرنا إحنا بمختلف البرامج اللي قدمها مركز بداية خلال هالحملة إن إحنا نمشي على خطوات التطوير المهني، اللي هي اعرف ذاتك، استكشف الخيارات المهنية، قرر ونفذ، وفي الإضافة الحملة الفعالية الأخيرة اللي هي قيم. فكرة هالخطوات الخمسة تنوعت بالبرامج، فكانت يمكن الخطوة الأولى كانت مساعدتهم على استكشاف أو معرفة ذواتهم، الخطوة الثانية هي استكشاف شو الخيارات المتاحة قدامهم، الخطوة الثالثة والرابعة كانت شلون اتخاذ القرارات وتطوير والمتابعة عليها، أما بالخطوة الأخيرة والخامسة هي شلون إحنا نكتسب مهارة التقييم. اختلفت الأنشطة، كانت في البداية كمحطات لاختبار اسمه اختبار تمهيد، وهو اختبار تحديد الميول المهني. في الأسبوع الثاني إحنا قدرنا إن إحنا نوصل لفئتين مهمتين جدا في المجتمع، اللي هو فئة طلبة المدارس الثانوية تحديدا، وفئة أولياء الأمور، من خلال حلقة نقاشية وزيارات لأكثر من 40 مدرسة خلال أسبوع واحد. وفي ختام حملتنا اللي نتمنى إن بإذن الله قدرنا نوصل الرسالة الأساسية، اللي هي التوعية بأهمية المفهوم التطوير المهني. الحمد لله رب العالمين، فضل الله سبحانه وتعالى أنه كان لي جزء من المشاركة في هذه الحملة الكبيرة، وكنت ضمن أحد الشخصيات الملهمة على مستوى المدارس، ومرينا على المدارس الحمد لله رب العالمين، وعرضنا عليهم تجربتنا من الدراسة إلى الوظيفة، وقدمنا مجموعة من خبراتنا في الحياة لشبابنا لعلهم إن شاء الله يستفيدون منها ويأخذون بها إن شاء الله. أنا هنا كمهندسة عشان أعرف عن وظيفتي من ناحية خبرتي ودراستي أيضاً في المرحلة الجامعية، ويشوفون إذا حابين مثلاً يدخلون تخصص الهندسة أو لا، في النهاية هالشيء راجع حق كل طالب يعني. تهدف الحملة لتوعية كل شرائح المجتمع القطري بأهمية التطوير المهني عن طريق أنشطة متنوعة. لو نسأل الأطفال شنو يبون يشتغلون، أو نسألهم شنو يبون يشتغلون في المستقبل، دائما يقولون إن أبي أشتغل دكتور أو مدرس أو محامي، ما عندهم أي خلفية بالمهن المختلفة الموجودة عندنا في السوق. فالهدف من الحملة اللي هي كانت تحت عنوان مهنتي لبناء وطني، توعية الناس بالتخصصات المختلفة الموجودة اللي ممكن إن أهما يدشون فيها ويساهمون في تطوير المجتمع. أصبحت جلسة كرك من ضمن أهم الملتقيات المهنية الموجهة للطلاب من أجل مستقبل واعد. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية، وحوارنا رح يستمر مع هذا التقرير، ونقول فيه اعرف ذاتك، استكشف، طور، قرر، ونفذ، وفي النهاية قيم، هي الخطوات الرئيسية المتبعة لاستكشاف المسار المهني السليم في حملة مهنتي لبناء وطني، التي أطلقها مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني. للحديث أكثر عن هذه الحملة نتائجها معنا في الاستديو الدكتورة هيا المعضادي ضيفتنا لليوم. صباح الخير أستاذة هيا. صباح النور، يا هلا ويا مرحبا فيكم، مبروك عليكم المنزل الجديد. شكرا لك وحياك الله فيه. يا هلا ويا مرحبا. دكتورة هيا، كلمينا عن مشاركتك في هذه الحملة. طبعا أنا مشاركتي كانت كملهم من الملهمين المشاركين،
طبعا أتقدم بالشكر الجزيل لمركز بداية في قيامه بهذه المهمة التي قد عجز عنها يمكن أكثر من الجهات عجزت عنها. لذلك دور بعض القطاعات، قطاع الخاص، في سد هذه الثغرات. تعرفين القطاع الحكومي دائما عنده أجندات واستراتيجيات وخطط يمكن لا يمكنها الوصول لجميع أفراد المجتمع، لكن حملة مركز بداية هالحملة فعلا كانت من أجمل الحملات اللي شاركت فيها. أعتقد أنها مش حققت الهدف، حققت أكثر من الأهداف المرجوة منها. هي قامت على أكثر من فئة، يعني حاولت أنها تشتغل على طلاب المدارس يعني كفئة، والحمد لله كان لي الشرف في مشاركة في واحدة من المدارس. ركزت على الشخص اللي هو الفرد، اللي هو المورد البشري اللي الآن في قطر قاعدين نبي يكون مورد ذا يعني عنصر بشري ذا جودة عالية، وتحديد ميوله المهنية قبل لا يعمل. الشيء الثالث أولياء الأمور، وأجمل حوار يمكن أنا شاركت فيها الندوة اللي كان فيها وجود أولياء الأمور مع عيالهم. هذه كانت الثلاث أشياء غير دورات تدريبية اللي شاركت فيها. جميل، رح نتكلم دكتورة هاي عن كل الفئات، لكن بداية تكلمين عن الأهداف. نعم. من هذه الحملة. نعم، هم طبعا هدفهم كان في بداية مثل ما سمعنا أنه هو طبعا مهنتي لبناء وطني. هي كانت استجابة لطلب أو يعني دعوة سمو الأمير في خطابة لأن الشباب يعني يختارون التخصصات اللي محتاجها البلد عشان يقوم بذاته. نعم، لأن في تخصصات الآن أصبحت مهمة، يعني في تخصصات يمكن صار يمكن فيها يسمونها البطالة، البطالة المقنعة موجودين، لكن ناخذ ما يحتاجه الوقت الحاضر من تخصصات. لذلك تبدأ مع تحديد الميول المهنية في المدارس. فكان هدف هذه الحملة أن مساعدة الطلاب أنهم هم يحددون تخصصاتهم، يعني من يوم أنت في المدرسة حدد تخصصك ميولك المهنية. طبعا تحديد ميولي المهنية إلى حد ما أوصل الجامعة يعني تسبقها ميول مهنية، أنا قبل لا أوصل حق المهنة لازم بدخل في إيش تخصص علمي. صحيح. بدخل جامعة، إذن لازم أحدد ميولي المهنية عشان أحدد إيش تخصص أنا بدخله. فلذلك كانت جدا هذه، هم طبعا جزاهم الله خير آليتهم كانت جدا جميلة، اختاروا ملهمين. الملهمين كانوا في جميع القطاعات، وكان لي الشرف أن أكون واحدة منهم. في مثلي أنا مثلا في تنمية الموارد البشرية كان عندنا رياضيين، إعلاميين وغيرهم، مختلف التخصصات. نعم، فحاولوا التخصصات. وكانت زيارتنا أول شيء كانت زيارتنا للمدارس، طبعا نلتقي ورشة ونلتقي فيها مع الطلاب ونحدثهم عن تجربتنا. حلو. وتحفيزهم الهام. يمكن أنا أكون ملهم حق بعضهم، وفي يمكن أنا أساعد حد أنه يعرف ماذا يريد. صحيح. فأنا كنت من الناس اللي راحوا كانت مدرسة السيلية للبنات، صراحة يمكن أنا ملاحظة لاحظتها، وأشكر الحملة ومركز بداية وأخص بالشكر الأستاذ ريم السويدي فعلا التي تقود هذا الفريق، والأستاذ خالد المريسي اللي هو يعني كان مسؤول عن الحملة. اللي لاحظته أنا طبعاً أعطي ورش كثيرة في المدارس، لاحظت أن الطلاب اختلفوا صراحة مشاركة غير طبيعية. يعني أنا عندي كان تتكلم عن الحملة المدرج. اختلفوا ب... اختلفوا ب... لم أتوقع أن هاي الطلاب اللي كانوا قبل يعني اندفاعهم مشاركتهم تفاعلهم، بس مجرد تقولين قطر تميم الجميع ينصت. فحسيت أن تغيروا في أنهم فعلاً جادين في أنهم هم يغيرون في تفكيرهم عن مستقبلهم وشون يخططون حق مستقبلهم، جادين في أنهم يكونون جزء مهم في هذا المجتمع. صراحة هذه اللي أنا لمسته وكنت فخورة وايد فيه، يعني أنا كان عندي المدرج مليان وكنت سعيدة الصراحة بهم. أو يمكن أدركوا أن هالفترة هي الفترة اللي هم يقررون فيها. نعم، وكان يعني حتى وأنا طالعة كانوا يقولون دكتورة يعطيك العافية ما قصرت، يعني أنا أول مرة أطلع بهالانطباع الجميل اللي قاعدين يشكروننا، كانوا يقولون شكرا لكم جيتونا ووجهتونا. فالشكر فعلا موصول لمركز بداية. مشاركتي الثانية كانت اللي هو في الجلسة الحوارية مع أولياء الأمور، يمكن هذه أول مرة. جلسة. كانت موضوعنا اليوم عن هذه الجلسة. نعم فعلاً كانت جدا جميلة مريم، يعني لأول مرة يجتمع ولي الأمر، يعني كان مثلاً أم وأب معاهم ولدهم أو بنتهم أو أم ومعاها عيالها. حلو. فكانت الجلسة جلسة مصارحة، جلسة استكشاف، جلسة فعلاً. إحنا يمكن النقطة المهمة عندنا كان
لا تتدخل في مستقبل ولدك وتحدد المستقبل مستقبله على حسب رغبتك انت يا ولي الامر. يعني انت كنت بتصير دكتور، انت ما صرت، ليش ولدك تبي يصير دكتور؟ صحيح. ولدك مختلف، هذه فروق فرديه. صحيح. انت كنت بتصير كذا، ليش تخلي او انت كأم ليش تحكمين على ولدك او بنتك ان تسوي شيء اللي ضاع انت ما قدرتي تسوينه؟ كلنا مختلفين عن بعض، نقدر هالامور. لذلك في بعض اولياء الامور يمكن على سبيل المثال ويعني ويعني يخطئون في هذا الشيء. اول ما يشوفون عيالهم مثلا يميلون الى الرسوم والفن وغيره، فيقول لك خلاص دخلوه تربيه فنيه او دخلوه الجانب الفني. لا، وهذه النقطه اللي تكلمنا عنها، لازم افرق ما بين هوايه والمهنه. واكبر دليل كان الدكتوره زكيه ملا الله امس كانت موجوده في اللقاء معاكم، تخصصها صيدله لكنها شاعره وكاتبه. ليش؟ لان الهوايه تعطيني المتسع من اللي تحبه، تحب نفسي اللي هو غذاء الروح. لكن لو خليت الهوايه وظيفه راح اكرهها. فاترك الوظيفه بروحها اللي هي وظيفه تعمل فيها بطريقه مختلفه، لا تدخل فيها ماذا تحب لانك ممكن تكرهها. فخليها على جنب بحيث انك لما تطلع من العمل تروح حق هوايتك. يعني دكتوره هاي انت من وجهه نظرك ورايك الخاص ان الواحد ما يدرس هوايتها اللي يحبها. نعم. اكاديميا وما يشتغل فيها. نعم. يخليها هوايه. اخليها اشوف انها هوايه يعني وايد احلى، لان الهوايات اكثرها مثلا كتابه او شعر او رياضه او شيء، بس انت ما تقدر تتخصص فيها. يعني مش كل ما تحبه من هوايات تقدر تكمل فيه. لا، خلي العمل. بس في عندنا امثله دكتوره هاي قدروا ينجحون في هذا. هذه ترى قليل جدا، نسبه قليله جدا. هذه طبعا انا اللي عجبني في اللقاء الجلسه تفاعل العيال اكثر. يعني كانوا هم يقومون ويتكلمون وانا بصير وانا بصير، يعني سبحان الله كان جدا جميل. ما شاء الله في قوه. نعم. في اصرار. وكثير من الامهات سالونا وكان هذه اهم سؤال، كيف يمكنني ان اساعد ابني او بنتي في تحديد ميوله المهنيه؟ ما الميول المهنيه من متى اتابعها؟ من يوم اعدادي الى ثانوي، مش بس في الثانوي. هاي معلومه مهمه. نعم. فقالوا لي ان مركز بدايه جزاهم الله خير، طبعا هو فيه استبانات او فيه طريقه اختبار انت لازم تسويه على اساس انك انت تشوف. يعني ممكن انت تتوقع انك تاخذ مهنه بس في الاختبار يظهر لك ان انت في تخصصات مختلفه. طيب. فجزاهم الله خير، لقيت ان الشباب عندهم الله يحفظهم هناك، ولدنا اليافعي الله يحفظه مسوي اختبار جدا جميل موجود عندهم في بدايه. ممكن حتى الام او الاب او حد يساعدون عيالهم فيهم ياخذون هذا الاختبار واونلاين، فيطلع ايش التخصص اللي يبيه وبناء عليه يعني يقدر انه يتحرك. على فكره هذا الاختبار دقيق جدا وعلمي. حلو. شاركت ايضا، كان لي الشرف اني شاركت في دوره، طبعا احنا لما قلنا عن شلون الانسان يكتشف نفسه وشلون يقرر وشلون ينفذ في الحمله، كان لي الشرف في الدورات التدريبيه اللي قدمتها كانت اعداد السيره الذاتيه. واعداد السيره الذاتيه هي اكتشاف الانسان حق نفسه، ومن ثم لان تعرفين انت السيره الذاتيه هي اللي هي المفتاح لك للوظيفه. صحيح. اذا ما عندك سيره ذاتيه لا يمكن انهم يقبلونك في العمل. يعني قليل جدا كانوا من الشباب اول ياخذون شهاده الاعتنويه او شهاده الجامعيه وصوره البطاقه الشخصيه ويسلمها للموظفين. هذه لا تعتبر، هذه مش مفتاح. صحيح. السيره الذاتيه هي الجسر التي تعبر منه حق وظيفتك، هي المفتاح اللي تفتح فيه حق وظيفتك. كانت هذه دوره حق اعداد السيرات للشباب. كانوا خريجين جامعه او ثانويه، والله بعضهم لقيت موظفين وكانوا حابين انهم يطورون في نفسهم. وعلى فكره موضوع التطوير المهني لا يعني فقط انك انت لم تعمل، يعني انك ممكن تعمل لكنك في الوظيفه الخطا. هذه النتيجه اللي وصلنا لها لان ما كان في تحديد للميول سابقا، فيلقى نفسه في وظيفه وعقب يغيرها. صحيح. انا مر علي شخص على حسب شغلي قبل في المركز، أن في واحد بعد 15 سنة غير وظيفته، قال أنا في المكان الخطأ، وكان قرار شجاع جدا. زين، خطوة يعني رجع فيه 15 سنة قرار شجاع جدا. كثير. نعم. دكتورة هيا المعضادي، الحوار معك جدا ممتع والوقت معك يطير. الله يسلمك. إن شاء الله نستضيفك مرة ثانية ويكون حوارنا أجمل. يعطيكم العافية. مشاهدينا كانت معنا ضيفتنا الدكتورة هيا المعضادي، تكلمنا عن تجربتها في هذه الحملة. الخلاصة لأولياء الأمور، لا تسقط رغباتك على أبنائك. وكلمة منا لعيالنا الطلاب واللي راح يدشون الجامعات، اختار من الحين وقرر من الحين واعمل من الحين وابحث عن نفسك من الحين. فاصل قصير نرجع لكم من بعده.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. من ألمانيا عادت مؤخراً الفنانة التشكيلية منى البدر بعد أن شاركت ضمن الوفد القطري المشارك في فعاليات معرض الكتاب الذي أقيم في فرانكفورت. خلونا نرحب وياكم مشاهدينا بضيفتنا الفنانة التشكيلية منى البدر. صباح الخير منى. صباح النور والسرور. شلونك؟ الحمد لله. شلون الأجواء هناك كانت؟ والله كانت أجواء جداً جميلة، تسود عليها روح التعاون والألفة بين جميع المشاركين في المعرض. حلو، كلمينا عن مشاركتك هنا وكلمينا المعرض شو محتوى. طبعاً مشاركة دولة قطر كانت من ضمن مشاركة أكثر من 100 دولة. حلو. في معرض فرانكفورت 69. عنوان المعرض هذه السنة كان عن رقمنة الكتب، فممكن تستغربين إيش تواجد الفن والثقافة في معرض كتاب. طبعاً ما يخفى عليكم أن إحنا الحين ضمن السنة الثقافية بين قطر وألمانيا 2017. صحيح. فكان لنا بصمة بتواجدنا الثقافي هناك، فكان لنا باع أن إحنا نكرس المفردات الثقافية والموروث القطري، فكان لنا مشاركة في إبراز جماليات الخط العربي من خلال الفنانة أمل الكواري، وكان لنا أيضاً مشاركة من خلال المنقوشات الجبسية من خلال الفنان غانم الغانم، وبالطبع خلينا الأعمال الحرفية موجودة هناك بشكل كبير. وبالنسبة لي أنا كانت مشاركتي تمس المفردات الثقافية من خلال الرسم الحي للجمهور. حلو، يعني رسمتي لهم حي. أي نعم. كونت هناك أربع لوحات، ثلاثة منها كانت تخص المعرض وما يحتويه اللي هو تشجيع القراءة وإصدار الكتب. يعني رسمتي هاللوحات بهالموضوع؟ هي كانت كلها عبارة عن رسم حي أمام الجمهور خلال أربعة أيام تقريبا. فاللوحة الرابعة كانت مختلفة عن اللوحات الثانية، سويت فيها بورتري للشيخ تميم بن حمد. ليش؟ لأن كان في كثير من الأسئلة اللي تجينا من الجمهور، هل قطر الحين بخير من بعد الحصار؟ فكان لنا دور كبير أن احنا نبرز أن احنا الحين بخير. الجمهور الألماني اللي كان موجود في المعرض، الألماني والإنجليزي، لأن كان في جمهور من مختلف أنحاء دول العالم. حلو. فكان لازم نبين لهم أيقونة القيادة الرشيدة عندنا في قطر اللي هو تميم المجد. فرسمت بورتري خاص بالشيخ تميم هناك، وعرفنا الجمهور بسيادتنا الرشيدة وعرفناهم عن قطر. أجمل طريقة أن احنا نوصل المعلومة. أكيد احنا بخير، لأن مثل ما قلتي احنا بخير، ومثل ما قال حضرة صاحب السمو ابشروا بالخير والعز. فإحنا دورنا كممثلين رسميين لدولة قطر أن احنا نبرز هالأشياء في الخارج. ابشروا بالعز والخير، كلمة جميلة تداولت على عندنا احنا كشعب كامل. كلميني عن تفاعل الجمهور هناك معاكم مع لوحات، سواء من معاك او مع زملائك. طبعا اثرنا اعجابهم هناك، لان كان في مثل اقسام خاصه هي الخط والجبس والمشغولات الحرفيه، وايضا كان في رسم. انا الرسمات اللي سويتها هناك كانت عن طريقه التعلم والقراءه في قطر سابقا، وبالاضافه الى هالشيء كان في كثير من الأسئلة حول الزي الرسمي اللي احنا قاعدين نلبسه هناك. لبستوا العباية هناك؟ لبسنا العباية والشباب كانوا بالثوب القطرة. حلو. فكان هالشيء كثير جذاب بالنسبة للجماهير، والحمد لله كان في قبال جدا متميز على الجناح القطري، وفي ناس كنا نشوفهم بطريقة يومية، لأن بالإضافة حق هالأشياء كان عندنا الضيافة القطرية هناك. فالحمد لله كان في تفاعل كثير كبير، كان في تميز في الجناح القطري، والحمد لله ظهرنا بصورة مشرفة للدولة. يعني هي مشاركة نقدر نقول صغيرة مقارنة باللي حققته. أكيد. وكان في شيء وايد حلو هناك، إحنا كفريق ما كنت بس مثلاً أرسم أو زميلتي تخط أو حد قاعد يشتغل على المنحوتات، بالعكس كنا كلنا نكمل بعض، وكنا نساهم في تعرفة الجمهور على الجناح القطري، وكنا نعرفهم على الكتب، كنا نساعدهم في انتقاء الروايات أو الكتب اللي يحتاجونها. كيف كانت، يعني كيف كان المعرض إضافة لك يا منى؟ يعني هاي شيء جديد صح ولا لا؟ وجديد أيضا على الفنانين، شلون كانت إضافتها لك؟ الإضافة بالنسبة لي إن هي إن يكون في ترابط بين الثقافات المختلفة
حلو. والتعرف على جمهور يعني لا يتكلمون لا اللغة العربية ولا الإنجليزية. صح. كان في شوية صعوبة في هالشيء، لكن في النهاية الفن والثقافة توحد كل الشعوب، هي ممكن يتواصلون ببعض. هي نعم. لغة صحيح. زين، بما أنهما جمهور غير عرب وأنت رسماتك عربية، كيف شفتي تفاعلهم مع هذا النوع الجديد؟ كان كل من يجي ينطرني أخلص اللوحة عشان يأخذها. يأخذها يشتريها. أي نعم. لكن في النهاية جميع اللوح راحت ل... هذا تسويق لك صح ولا لا؟ صحيح، لكن كان في تسويق أكبر اللي هو اقتناء السفارة القطرية لجميع اللوحات والمنحوتات والأشغال اليدوية اللي تمت هناك، وعرضها في البيت الثقافي القطري في برلين. حلو. اللي هو يعني راح يكون مقر دائم. أكيد. دعم. نعم. كلمين عن مشاركتك في جائزة كتارة للرواية العربية. جائزة كتارة للرواية العربية هي مبادرة سنوية تقوم فيها كتارة تشجع على القراءة وعلى التميز في الروايات العربية، وتحفز المبدعين العربيين على الإبداع في مجالهم. فمشاركتي كانت بتصميم أحد أغلفة الكتب الفائزة بالجائزة، وهو كتاب الألسنة الزرقاء. وطبعاً هاي شرف كبير لي أن أنا تنحط رسمتي على أحد الكتب الفائزة بالجائزة، لأن هذه الكتب تترجمت لثلاث لغات اللي هي العربية والفرنسية والإنجليزية. حلو، جميل. وكان في تسويق كثير كبير للروايات، وأيضاً كان في مشاركة للجناح كتارة في المعرض في فرانكفورت. حلو، شاركوا كتارة. شاركوا، وكانت الرسومات معظم الفنانين القطريين موجودة على معظم الروايات الفائزة هناك. منى، هذه أيضا إضافة لك أن رسوماتك تنحط على أحد الكتب الفائزة بجائزة كتارة، شو قاعد تحسين في هالإنجازات ما شاء الله؟ أكيد أحس بالفخر أن أول شيء أنا أمثل نفسي وأمثل دولتي على نطاق الوطن العربي والعالمي أيضا. جميل. لأن مثل ما قلت لك كتارة تأخذ على عاتقها أن هي تسوق لهذه الروايات الفائزة. جميل. كلمة أخيرة تحبين تقولينها منى؟ طبعا أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأحب أشكر قناة الريان على دعمها الدائم للمواهب القطرية وإبرازها، وإن شاء الله راح يكون عندي جديد بإصدار كتاب فني يختص باللوحات اللي أنتجتها وسيرتي الفنية في هذا المجال بإذن الله، ونستضيفك عندنا ونتكلم عن هذا الكتاب إن شاء الله. شكرا لك الفنانة التشكيلية منى أبو جسوم البدر. مشاهدينا، خلونا الحين ننتقل للزميلة حنان بلان التي عدت لنا فقرة الطبخ الأسبوعية. خلونا نشوف هالأسبوع شنو بتقدم لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح عليكم بكل خير مشاهدين ومستمعين قناة الريان، وصباح على زميلتي اللي معاكم بالاستديو. مشاهدين، اليوم نطلع عليكم من فقرتنا للطبخ في جزيرة البنانة، بالتحديد من مطعم النهام. طبعا اليوم طبقنا جدا راح يكون لذيذ وبعد خفيف. كلنا نعرف الكنافة وأنواع الكنافة، لكن ما نعرف أنها هي جدا طبق تقليدي وبعد شامي قديم. طبعا في مطعم النهام يقدم الكنافه، طبق الكنافه مثل ما ذكرت، لكن بطريقه نقول شوي مختلفه عن الباقي، وراح تقدم لنا اياها طبعا الشيف سليمه بانا منها البيضه. صباحك بالخير ويعطيك العافيه. السلام عليكم، اهلا بكم، شرفتونا هون بجزيره البنان ايلاند، وبالضبط من مطعم النهام. اليوم راح نقدم لكم طبق، اليوم هو عباره عن حلو، والحلو هو كنافة إن شاء الله. أوكي. طبعاً مثل ما ذكرت حق المشاهدين، أنتي راح تقدمي لنا الطبق بأناملة البيضة. شكراً تسلمين. مثل ما نعرف أن الكنافة أنواع. في كثير. التركية. في التركية، في اليونانية، في اللبنانية، في كثير أنواع، في الفلسطينية في كثير أنواع من الكنافة. والكنافة بتكون نوعين، في الكنافة اللي بتكون الخشنة وفي الكنافة الناعمة. وفي كمان اللي بتكون بالقشطة والكمان اللي تكون بالتشيز، يعني في كثير. وكنافة النهام مميزة عن الباقي. كنافة النهام اليوم مميزة عن باقي الكنافات، يعني هاي الشيف عاملينها احنا هون سبيسيال، مش زي الكنافات الثانية. نقول بسم الله نبلش؟ نبلش ان شاء الله. حبلش لكم هلا بالمقادير. عندنا موتزاريلا، عندنا كريم تشيز. هون اوريدي خلطت الموتزاريلا مع كريم تشيز اوريدي، هاي الحشوة. عندنا هون فستق مطحون، قرفة ناعمة، عسل، زبدة، وهون عجة الكنافة.
شوف سليمة، ليش يعني خلطتي أو نقول مكستي بين الجبن الموتزاريلا مع الجبن الثاني؟ إيه مكسناهم عشان لو حطينا الموتزاريلا بس لحالها لما بحطها بالفرن بتنشف، مشان هيك مكستها مع الكريم تشيز علشان شوية تجي شوية رطبة هيك ما تجي كتير. هالمقادير طبعا تكفي لشخص واحد ولا نقول حق شخصين او ثلاثة ولا على حسب اللي على حسب الاشخاص والكمية؟ يعني بس لشخصين بتكون المقادير يعني شوية قليلة، لو كان يعني ناس كتير بتكون المقادير زايدة أكثر. اوكي اوكي نبلش. يلا ناخذ معنا هاي اللي بتكون بتدخل الفرن، مقلاية زي هيك او صحن صغير. نبلش اول شيء هذه الشعريه. ايه الشعريه، هي عجينه الكنافه. هي في انواع حق الشعريه ولا هو نوع معين واحد؟ لا في بس نوع واحد. بنبلش نفكها زي هيك. شوف سليمه، في ناس يعني تاخذ الشعريه وتقليه بعدين تحطها في الكنافه بطريقه غير صحيحه. هذاك نوع ثاني، هذاك نوع ثاني، هذاك نوع ثاني بتساويها، بيحطوها بالفرن، بيحطوا عليها سمن او شيء او زبده او هيك، بيحطوها بالفرن وبعدين بيقطعوها بالكتر، وما بتكونش زي هيك، هي بتدخل من الاول على الفرن. يعني كل واحد وطريقه معينه وعلى حسب رغبته، مثلا هو اذا كان يحب الكنافه نقول الخشنه او الناعمه، على حسب. احنا راح نسويها الخشنه او الناعمه؟ هي الخشنه. بنفكها زي هيك عشان ما تجي معنا ملصقة، زي هيك حطينا الأولى على هالشكل، نحط الثانية عكسها زي هيك على شكل علامة زائد. شوف سليمة، نصيحة تقدمينها عشان مثلاً ما يتلزق مثل ما قلتي؟ لازم عشان ما يتلزق لازم يكون الصحن سبيشال، يعني بيدخل الفرن، ما يكون يعني صحن يلزق رخام مثلا. يكون نوع الرخام ممكن بس يكون ما يلزق، شرط يكون ما يلزق، يكون يعني سبيشال تبع الفرن. وعادي لو مثلا دهنتها من برا بالزيت او بالزبده او؟ لا انا اوريدي ححط عليها الزبده فوق، وهي بتبلش لما تحطها بالفرن بتبلش تسيح وبتنزل تحت، مشان هيك ما تلزق يعني بلا ما تدهنيها بالاول. اوكي رح ناخذ الحشوه، هي اوريدي كم حكيت لكم من قبل مخلوطه موتزاريلا مع كريم تشيز. اوكي نحطها هيك بالنص. نضيف عليها شويه فستق مطحون. هي كما حكيت لكم طريقه سبيشال، مش نفس الطريقه اللي بيسووها. يعني احنا الحين اعطيناكم احد اسرار مطعم النهام. نحط عليها كمان شويه قرفه هيك. بس هذه الطريقة التقليدية صح؟ لا شوية مختلفة. شوية مختلفة، هي مش الطريقة التقليدية. بنبلش نسكر زي هيك. نحط عليها قطعة زبدة زي هيك وندخلها الفرن. هلا طلعناها من الفرن بعد مرور 10 دقائق على درجة حرارة 205. رح نبلش هلا، رح نشيلها. هي شوية سخنة، الواحد يدير باله عشان ما تحرق ايديك. طبعا بيطلع شي شكلها من عقب ما دخلناها الفرن. شوف سليمة بيطلع شكلها على هالشكل. بعدين بنعملها ديكوريشن، تكون فستق، شوية فستق هيك وعلى الوش كمان. يصير نزيد الفستق شوي لأن أنا من محبين الفستق. يصير أنت من محبين الفستق؟ لا يصير، ليش ليش؟ وعادي ندخل مكسرات ثانية مثلا اللوز أو الجوز؟ على حسب، على حسب الذوق كل واحد وشو بده. سوي هيك عسل، تقدر تساوين عليها هيك عسل، وفي ناس بيسووا قطر.
يقدرون أن يستبدلون العسل بالماي والسكر. القطر بيكون هو نفس كمية الماي مع كمية السكر نفسهم، تحطيهم شوية على النار حتى يصير شوية عقدين. وبالنسبة للجبن يقدرون يبدلونه بعد؟ يقدر، تقدر تعود الجبن بالقشدة، تقدر تعوضيه كمان في أنواع جديدة طلعت هلا تبع الكنافة، في كنافة بالشوكولاتة، في كثير أنواع صارت جديدة. هاي طريقتنا، هاي الحلو الآن الموجود عندنا بمطعم المحل. طبعا مثل ما ذكرت شيف سليمة، الحين احنا في زمن نبتكر وايد أشياء. عندك اللي صارت الكنافة، تشيز كيك كنافة، في أنواع وأشكال بعد نشوفها دائما. يعطيك العافية، هيك بالصحة والراحة. تسلم أناملك البيضة، يعطيك ألف عافية أستاذة شيف سليمة، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا كنت معكم أنا والشيف سليمة من مطعم النهام في جزيرة البنانة، ونشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. شكرا حنان، وشكرا للشيف سلامه، واحنا بعد ننتظركم في اطباقكم الجميله هذه. خلونا ننتقل لتقرير اخر ونقول افتتح مركز شباب سميسمة التابع لوزاره الثقافه والرياضه معرض كشته في نسخته السادسه والذي يستمر لمده اسبوع، مع مشاركه واسعه من الشركات القطريه وبفعاليات ثقافيه وتراثيه متنوعه مصاحبه لهذا المعرض. خلونا نتابع كل هذا في التقرير التالي. في إطار إحياء الموروث القطري ومن منطلق تشجيع الشباب على الاستثمار في الصناعات المحلية، انطلقت فعاليات معرض كشتة لمستلزمات الرحلات ومستلزمات التخييم الذي ينظمه مركز شباب سميسمة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة. يشارك في النسخة السادسة للمعرض 26 شركة محلية تعرض منتجاتها من أدوات الصيد ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية والتخييم بالتزامن مع بدء موسم التخييم لهذا العام. مدة المعرض إن شاء الله حوالي 7 أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء من 1 نوفمبر إلى 7 نوفمبر إن شاء الله. بيكون مواعيد الزيارات بيكون على فترتين، أو فترة واحدة هي من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء، ما عدا يوم الجمعة بيكون فترة واحدة اللي هو من الساعة 3 العصر إلى الساعة 10 بالليل إن شاء الله. أغلب الصناعات هنا كلها صناعات شباب قطريين، هم أبدعوا فيها، هم عملوا عليها وأبدعوا فيها وجابوها لنا في المعرض. كلها أشياء تحتاج تشجيع من الناس، يجون الناس يشوفون. والمعرض مثل ما قلت يعني يحتوي أشياء كبيرة، أشياء حلوة، أشياء يعني اللي فعلاً أنت تحتاجها كرحال تجدها إن شاء الله في المعرض. وسوف يصاحب المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي يقدمها عدد من المراكز والمؤسسات في الدولة التي تهم الشباب، كما يتضمن عرضاً للصيد والصقور وتعريف الأطفال على أنواع الصيد المختلفة من خلال مشاركة جمعية القناص القطرية. عندنا مركز سياكل ومركز بطابط والسيارات الكلاسيك اللي كانت معروضة برا، فكلها فعاليات إن شاء الله راح تكون خلال الأيام هذه إن شاء الله، ودعوة هاي للجميع يجي ويستمتع إن شاء الله بالمعرض. ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام إقبالاً جماهيرياً من مختلف مناطق الدولة، نظراً لأهميته في جذب الشباب القطري خاصة خلال هذا الموسم. شكراً للقائمين على هذه الحملة أو هذا المعرض كشتة. مشاهدينا لهني نكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا لليوم من الصباح رواح، لكن قبل ما نختم خلونا نذكركم بالخطوات اللي رسمتها حملة مهنتي لبناء وطني. استكشف، اعرف ذاتك، طور، قرر، نفذ، وفي النهاية قيم. خطوات جميلة لبناء ذاتك ونفسك، حياتك، وخلق بيئتك وبناء وطنك، لأنك تستحق الأفضل. حلقتنا اليوم انتهت، لكن تواصلكم متاح. لأي استفسار تواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة لكم أسفل الشاشة. نشوفكم على خير، في أمان الله.